واحد بيقول انا عايز اطلع العشور واعطيه يد ابونا الكاهن، بس في حاجة احوج منه للاخوة الرب. هل حرام ام حلال جزء بسيط لاخوة الرب؟ ده انت لو اديت كله لاخوة الرب يبقى كويس خير وبركة. وانت لازم تديه للاب الكاهن، والا ما اديتش العشور مع اعتذار الاباء الكاهن. يعني انت لما تديه للاب الكاهن، الاب الكاهن هيديه لاخوة الرب، فانت تديهم بطريق مباشر مفيش مانع. هو اللي يريح ضميرك في العشور اعمله، اللي يريح ضميرك اعمله، ولا تكن مقيدا بقيود تتعب ارادتك.